السيسي عين عمل اللجنة، هيئة اللجنة المسؤولة عن الانتخابات في، لا ما احنا زي امريكا، احنا نقل حاجة عن امريكا، هم عندهم وزارات احنا عندنا وزارات. السيسي عمل ايه بقى؟ عين رئيس اللجنة العليا، الهيئة العليا الوطنية للانتخابات، طلع قرار كده بتعيين واحد مستشار اسمه وليد حمزة. انت ايه اللي يخصك في الموضوع؟ ايه ده بس اوعى تقول، اشرب رايك كده واقعد اهدى كده، ده الموضوع في حاجات حلوة. عين واحد اسمه المستشار وليد حمزة، عينه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وانتوا عارفين الهيئة دي لا يطعن على قرارها، يعني لو كل الناس انتخبت احمد طنطاوي تطلع الهيئة دي تقول لك ايه تم انتخاب السيسي، حدش يطعن عليها، خلاص خلصت قضي الامر. فهي دي الهيئة. الرجل السيسي المساحنن المدهنن عين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة. اهو قرار جديد، المستشار المستصار وليد حمزة. انا مالي يا جدعان يا اخوانا، انا مالي باربعين باربعين اهو. واحد بعت لي يا علي، انا هبعت لك الصورة برضو، واحد بعت لي بيقول لي يا استاذ محمد ابويا بيسلم عليك ويقول لك خد يافطة الفلوس دي خليها عندك عشان انت بتقول سعر تاني. اهو يا عم الدولار اهو. انا مالي لما يتنح. المهم يعني الحقيقة انه عين المستشار وليد حمزة رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية المهلبية اللي جاية في الفترة الجاية. طب حلو قوي. النهاردة الكاتب الصحفي جمال سلطان اتكلم عن المستشار وليد حمزة، وقال ان الراجل ده ليه باع كبير جدا في الفساد. هو اللي قال، نشوف البوست كده بتاع الأستاذ جمال سلطان بيقول فيه اهو. بيقول الجريدة الرسمية تنشر قرارا، قرار السيسي باختيار مستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقد رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات التي ستدير عملية تنصيبه للرئاسة في 24. وليد حمزة احد القضاة المتورطين في المساح الاستيلاء على مساحات ضخمة من اراضي الدولة في منطقة 6 اكتوبر. ماشي، ما قلناش حاجه من عندنا احنا اهو. الاستاذ الاستاذ اللي بيقول انا لا قلت ولا عدت ولا لي علاقه بحد، وبيقول لك ان هو كان الجهاز المركزي للمحاسبات، كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب بمحاسبه القضاة المتورطين في تلك الواقعه، ومنهم ايضا القاضي محمد شيرين فهمي، وهو ملف تم التكتيم عليه بعد عزل المستشار هشام جنينه. ده اللي قاله الأستاذ الكبير جمال سلطان. أنا ما جبتش حاجة، ده وليد حمزة والله باين، والله سماهم في وجوههم من أثر الفساد. سبحان الله، باين عليه، باين عليك، باين عليك الخال، والله باين عليه جدا جدا جدا. احنا ما عندناش حاجة نقولها غير انه واضح. سبحان الله يا أخي، بيبان عليهم والله العظيم بيبان كده. علم البحث الجنائي له باع كبير في القصة دي، ان ازاي تعرف المجرمين وانهم لهم سمات كده بتبقى باينة يعني. الراجل ده موضوع وجود فاسد على رئاسة هيئة الانتخابات بيفكرنا بالمتحدث السابق باسم الهيئة العليا للانتخابات المستشار مين؟ قول انت. طب قول انت، انت قاعدة على الكنبة ما بتكلميش، اتكلمي بقى. بيفكرك بمين؟ كان في متحدث سابق باسم الهيئة العليا للانتخابات يا مدام، خليكي على الكنبة زي ما انت. المستشار أيمن حجاج، أيوان اللي قتل المذيعة شيماء جمال واللي طلع فاسد كبير، وهو اللي كان بيشرف على الانتخابات في 2018، ولما سألوه عن القضاء بياخدوا فلوس كتيرة في انتخابات الرئاسة قال لهم ايه؟ أفكرك؟ أفكرك، اتفضلي. الاخبار اللي بيتم تناقلها في بعض وسائل الاعلام اخبار غير صحيحه. مش 7000 يعني القاضي مكانه المنصه. هذا العمل الوطني الذي يقوم به القاضي لا يبحث عن اي مقابل من ورائه، وانا بقول لحضرتك لو هذا العمل بدون مقابل احنا هنؤديه بنفس الصوره وبنفس الطريقه اللي بنؤديها في الوقت الحالي. يا ولا الشرف ده، ايمن حجاج هو اللي كان بيكلم دلوقتي،
بيقول لك القاضي وبدون مقابل احنا بنأدي خدمة وطنية جليلة لمصر. طلع قاتل ومرتشي وفاسد كل حاجة في الدنيا. الكوميدي ان ايمن بيقول لك بنشتغل ببلاش. والله قال كده، ما انت سمعت في الاخر طلع الراجل ثروته تتجاوز ال 150 مليون جنيه اهو، وقتل الست ده، قتل الست دي اللي انت شايفها اللي كانت بتقسم معاه، اللي كانت شغاله له سحابه. سحابه بلهجه ريا وسكينه يعني تسحب الزبونه لحد الوكر. دي كانت شغاله له سحابه الله يرحمها، ارحمها. شوف السيره الحلوه، كانت تسحب له الزبون اللي عنده مشكله في الاراضي وتتفق وهو بعيد عن الصوره يقبض، وفي الاخر قلبوا على بعض ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتحاسبوا قتلها. وحد يعرف حاجه عن ايمن حجاج دلوقتي؟ وشفت اسرته؟ احنا مره عرضنا اسرته هنا، كوارث، ناس في الجيش كبار. ورغم كده ورغم الثراء الفاحش ده اللي بيعيش فيه القضاء ابناء السيسي، الا ان حكومه السيسي بتزودهم وترفع مكافئاتهم الى 90 مليون جنيه. رفع مكافئات الهيئه الوطنيه للانتخابات في مصر ترضيه للقضاء وتساؤل عن المحليات. يا بيه القاضي بياخد بدل عدوى 3000 جنيه، الدكتور بياخدها 20 اهيف، 20 جنيه. مش عايزه يسرق؟ يسرق ليه؟ ما يسرقش ليه؟ وحد يحاسبه؟ حد يحاسب القاضي؟ بدلات القضاء والامن ترفع تكلفه الانتخابات مجلس الشعب والشورى. فالقاضي طالع يقول لك انه نشتغل ببلاش بس نسرق فلوس كتير قوي. ببلاش مين يا معلم؟ ببلاش مين بتاخدوا 3000 جنيه بدل عدوى؟